بألف خير ماما، الله يخلي لي اياك يا رب. طيب تمام ماشي ماشي خلاص ما تاكلي هم، سمينا على بابا وعلى كل اخواتي وانتبهوا حالكم. ماشي ماما، يلا الله يجمعنا عن قريب ان شاء الله يا رب. تمام امي مثل ما بدك تقولي. ماشي يلا سلام. باي باي. الله معك. كل عام وانت بخير ولك جدبيه بربك. شلون لبسنا حلو؟ انا جدبيه منقولي؟ ايه حلو كتير حلو. اشتريته من البسطة لاني خاص كتير، شاي روح قلبني واشتري مثلي. ها ايه لا ما رح اقلدك اطمن. ايه بالناقص منك، صح لك تقلدني عساس انت كتير حلو يعني حتى صح لي اقلدك. ايه انا حلو يتلت بنات ماتوا كرمالي وكلهم بدوا رقم تليفوني بس انا ما بعطيهم. وليش ما بتعطيهم رقم تليفونك بقى؟ لاني ما عندي تليفون. اشتري حرام مشان ما يموتوا عليك البنات. بدك الصراحة عم فكر اشتري ايفون 11، ايش رأيك فيه؟ ايه ايفون 11 حلو وحديث. طيب اعطيني عيدية مليون دولار مشان اشتري ايفون 11 لاني بحبه انا كتير. ايه تكرم عينك، بس مليون دولار بدك؟ الحاج بتكفيني هاليومين ثلاثة. يومين ثلاثة؟ ايه يومين ثلاثة لاني انا بصرف كتير، يا دوب الحق مصاريف لإلي. قلت لي يا دوب تلحق مصاريف إلك ما؟ ايه هيك قلت لك شطور. طيب هلا بعطيك 10 ليرات وبعدين بكمل لك يون على المليون دولار ماشي؟ بعدين خو سلقة. ايه بس مو تتأخر علي لاني الدنيا عيد مشان اشتري بوزة وايفون 11 واجيك الرفقات كلهم. ماشي ما رح اتأخر عليك، شي شهر بالكتير بعطيك اياهم. ماشي لك شلون شي شهر؟ بكون خلص العيد يا زردون. ايش عامل لك مثلا؟ هلا ما في معي. ايه دبر حالك، روح اشحاد وجيب لي ايش انا مجبور اتحملك يعني؟ إيه لا طبعا مالك مجبور، بس ايش بدك تعمل يعني؟ بدك تصبرني اجباري لما ادبر لك المليون دولار. ابي ربي لو حدا غيرك كنت ما صبرته، بس انت غالي غالي كثير عندي. سلام. ايه شكرا لك، سلام. مليون دولار قال؟ لا ما شفت، شفت مهابيل مثل هيك مخلوق ما شفت. قال جني قال. بدي قوم قوم ولا كتير. ايه قوم خلصني. ايش بدك؟ بدي قوم اعطيني مصراتي، هي صار لي ساعتين صابر عليك. لك شو مهمش طلع من راسي. لعنة شلون يعني اطلع من راسه؟ معقول تكون هاي الغرفة راسه مثلا؟ لك قوم قوم خلصني ايش بك؟ لك خلص حلالني بقى ايش بك؟ اتركني انام. لك شلون يعني اطلع من راسك؟ ايش شايف راسك غرفة نوم مثلا؟ اطلع من راسي يعني حل عني، فهمت؟ لكن يا ربك لا تمزح معي مزحة خري، قوم اتجلس احكي معي كلمتين واندفس. هاي تجلست، قل لي ايش بدك؟
بدي احكي معك كلمتين. تفضل احكي. بدي احكي بس معلش احكي معك اكتر من كلمتين، لاني كلمتين ما بكفوني. لك بطيخ احكي بقى، خلصني. ما بسمح لك تقول عني بطيخ، انا جبس مو بطيخ. يا ربي دخيلك، يا ربي شلقتني بهالحيوان. أنا حيوان؟ الله يسامحك زعلت منك، خد بوس إيدي مشان أرضى. لك يا بنت جهنم ما ترضى، روح القلم خلطي بقى. رح أنقلع بس مالي مسامحك أبدا. طيب إذا أعطيتك 100 ليرة بتسامحني وبتتركني في حالي؟ بربك عم تحكي جد؟ ايه موافق، هات لشوف. هو هي عيديتك، خدها وروح لبقى تفرجيني خلقتك ابدا، فهمت؟ يعد فيه شي بقرف، عساس انا كتير مبسوط شوفتك. لك شو مهمش ما تخليني اعصبها، بعدها باخذها منك. لا بمزح معك، انت حلو ومحترم، ما في مثلك، دب وتيس واكابر. تسلم لي يا شمهمش، هذا من ذوقك. ولا حقير؟ مين دب وتيس ولا؟ انا دب وتيس. ها؟ فكرت؟ ايه لا تفكر، خلي مخك مطفي. صحيح امشي رو معي على الجوش خاني، حابب اتجوجح مدني عيد؟ صرت قد البغل وبدك تتجوجح؟ مفكر حالك صغير يعني؟ بعدين انت ليش ما اعطيتني عيدية؟ شلون ما اعطيتك؟ مو من 5 سنين اعطيتك ليرتين؟ شو الحق بتصرفن؟ لا لسه مصمدن. ايها فكرتك صرفتن، كنت بدي اعمل لك قتلة غير شكل. لك روح روح بقى اتركني بحالي، وجعت لي راسي يخرب بيتك. اعطيك حب وجع راس في معي. اذا في معك هات. خود هاي حباش. بلعت ما شربت مي، يلا خلاص. لك يي نسيت، اعطيتك حبل منع الحمل. اشي مثل ما سمعت. الله لا يوفقك. اشي في قدامك حتى عم تعطيني هيك حباي؟ اشي اشي يا فيك اشي يا فيك قناتك. ما على كل حال خليني احسن منك، تفيد عليك يا نذل. اخواتي لهونكم خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. بتمنى اذا ماك مشترك بالقناة تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، حطونا لايكات، واللي بحب يشترك بقناة شمهمش بدي احط الرابط تحت الوصف وباول تعليق. بتمنى كلكم تشتركوا بقناته وتشوفوا فيديوهاته. اللهم صل على حبيب محمد، صل على النبي، كلياتكم وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير. إن شاء الله كل أيامكم خير بخير وفرح فرح إن شاء الله. وطولت عليكم، شكرا على المشاهدة، ويلا سلام. بتتذكري ايام زمان كيف تترجيني لما حبيتك؟ يخرب بيتك صرتي بتكرهيني، قالوا لي عنك انك داهية وبتخونيني، انضبي خوني صوني لجهنم الي انسيني. حرقتي قلبي يلي كان ايدك مفتوح، اتذكري قصتنا كيف كانت عسطوح، برمح البصر بشوفك مع غيري وقلبي مجروح، بدك مصاري قليلي بعطيك بشبعك بروح. حبيت جنة إيلك حنيت.